سيده. ايه حكايه ايه؟ جدع طويل عريض بقاله كام يوم بيجي يقعد هنا يتفرج على نمرتك وبس. جدع مين؟ اهو اللي جنب الالواش هناك. هناك اهو. هو فين؟ لازم مشي. ايه اللي بينك وبينه؟ بيني وبين مين؟ امال ليه اتلخبط لما سالته اذا كان بيعرفك ولا لا؟ مش عرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ. فين يا أخي آدم؟ ما جيتش ليه يا راجل الجلسة اللي فاتت؟ كان عندي شوية شغل. شوية شغل؟ أنت عمر المشاغل الدنيا ما كانت تأخرك عنك. ما شاء الله 20 سنة وأنت مواظب. أنا خفت لا قدر الله تكون عيان ولا حاجة. لا أنا بخير والحمد لله. الحمد لله. يعني إن شاء الله بقى تيجي معايا الليلة؟ لا عندي شوية شغل مهم. دلوقتي؟ اصل المدير طالبني بنفسه. اعانك الله وقواك. طيب اتفضل انت عشان ما تتاخرش وانا هستاذن. انا اسف ومتشكر. اسف ايه يا اخي؟ العمل عباده. العمل عباده. استاذن. طب فنجان قهوه. معلش مره ثانيه مره ثانيه. انا نفسي اتشرف. الله يحفظك. الراجل اللي جه وسأل عليك وما قالش اسم. مين؟ الباشا مالكي. اهلا وسهلا. مساء الخير. ايه هو حسن جرى له حاجه؟ لا ابدا طمني. الحمد لله. اتفضل اتفضل. عن اذنك لحظه واحده غير بدون. يا اهلا وسهلا. اهلا انست وشرفت. الله يحفظك يا ست نعيمه. حسان عاوز يشوفك. الدكتور كلفني اكتب لك جواب استدعاء. الحقيقه خفت اضيع في البوسطه قلت اجيب نفسي. ربنا ما يحرمنيش منك. انا طلبت لك زياره استثنائيه يعني ممكن تيجي بكره. متشكره قوي ولو اني واخده على خاطري منك. مني انا؟ ليه لا سمح الله. اتفضل استريح اتفضل. حصل مني حاجة زعلتك يا ست نعيمة؟ باي صح تيجي الكازينو وأول ما أخلص نمرتي أطلع ما ألاقيكش. ليه ما استنتنيش؟ ده أنا اللي اتخذت. ما كنتش مصدق عينيا. ما كنتش أتصور يعني إن حضرتك. كله من حامد الله يجازيه هو السبب. طبعا شفته مدير الكازينو. ربنا ياخده دمه تقيل. ده كان جوزي. إيه؟ ربنا يخليه. أنا آسف. حاول يشغلني في الكازينو لكن اخويا حسان رفض وطلقني منه. ولما اخويا حسان دخل السجن عمل شهم وساعدني برشين وبعدها فضل يزن على وداني واضطريني ان انزل اشتغل وقعد يطالبني بالدين اللي عليا. ولسه فاضل عليك كتير. دنيا ما بتدومش على حال واحد يا سيد. انا بعد موت ابويا وامي أخويا حسان ما كانش مخليني عايز حاجة أبدا. كان هو الظهر الوحيد اللي ليا في الدنيا دي. أنت فاكر إن أنا سعيدة وأنا كل ليلة برقص وعيون السكارة عمالة بتنهش في لحمي؟ أنا بتعذب. أنا بتعذب يا آدم. يا ريت تفكري تسيبي الشغلانة دي خالص. سيبها وأعيش إزاي؟ ربنا بيرزق وتشوفي شغلانه تانيه. بوقك لباب السام. عندكش شغلانه ليا؟ ندور ندور. استاذن انا بقى. لا انت رايح فين؟ انت هتتغدى معايا. فرصه تانيه ان شاء الله. والنبي ما تكسفني. انا ما صدقت لقيت قلب حنين اشتكي له همي. اصلي لازم ارجع الشغل تاني كده.
طب على شرط توعدني انك هترجع تاني. حاضر، فوتك بعافية. مع السلامه.